سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، ما قال قيام الليل وما قال الصلاة وما قال صلى الله عليه وسلم، قال تقوى الله، هذا في القلب تقوى الله. ماذا يا رسول الله الشطر الثاني؟ تصور، وحسن الخلق. تصور حسن الخلق نصف طريق الجنة، وتقوى الله نصف الآخر. بالله العظيم، أليس ديننا عظيم؟ إن الرجل قال صلى الله عليه وسلم ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أليس ديننا عظيم؟ فديننا دين أخلاق. لا تأتيني بأي عبادة وأنت سيء الخلق، لا تأتيني بأي عبادة، هذا بينك وبين الله. لا، أنت لا تسجد لي ولا تعبد بشرا، تعبد رب العزة، لكن كلفك الله من باب دينك أن تعامل الناس خيرا. لا، لماذا قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث؟ لماذا؟ عبادة، عبادة، الأخلاق عبادة. علم، نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك.